ما انا بقول لك بقى الزمالك راجع من فتره كبيره للراحه، فالمفروض ان هو متحفز إنه يعني الزمالك عنده الاتحاد وعنده الاسماعيلي. انا بقول لك انا متاكد الاتحاد والاسماعيلي اصعب ماتشين في الماتشات دي كلها. لو عدل والله فرقه بس الزمالك يقدر يكسبه. هو ماتشين بتوع الاتحاد والاسماعيلي هم اصعب فرقتين الماتشين للزمالك. تعال بص مثلا الانتاج الحربي في اواخر تاني حاجه خلاص يعتبر بنسبه يعني 95% وبره، او كان يكون عرف هو الدنيا ايه اخبار. البنك الاهلي نفس الموضوع. ايه بس ده ملوش علاقه. لا انا بتكلم على الورق، ما اعرفش الملعب هيبقى اخباره ايه، لكن انا بتكلم على الورق كماتشات. يعني البنك الاهلي اتعادل مع الاهلي. ما اقول لك البنك الاهلي لما يجي يلعب الزمالك هيكون عرف هو نزل ولا قاعد. يعني بيفرق. طبعا امال ايه، اكيد طبعا بيبقى عاوز اي نقطه، يعني مثلا لما بيلعب النادي الاهلي عاوز اي نقطه تخليه مكمل في الدوري. هو يعني على ذكر الانتاج الحربي والبنك الاهلي والانديه دي، هو انتماء المدرب بيبقى ليه علاقه لما بيقابل الاهلي او الزمالك او كده؟ بص اسلام زي اللعيب بالظبط، هو المدرب عاوز يصيط في الاخر لما يكسب الاهلي او الزمالك. هو يعني لو انت بتلعب الزمالك في المصري عاوز اكسب او في وادي دجله عاوز اكسب، الا ما كنتش اتعلمت حاجه. يعني من الاخر ما كنتش اتعلمت حاجه ابقى راجل فاشل، لان في الاخر انا ما اللعيب ده ما يجي يلعب ماتشين الاهلي وزمالك ويتالق فيهم بيفضل السنه كلها عايش على الماتشين دول. نفس الموضوع المدرب، مدرب لو كسب الاهلي والزمالك هو بالنسبه له هيبدا الناس كلها بتتكلم عليه ويجي له عروض والكلام ده كله. طيب انت قلت لي الاتحاد والاسماعيلي اصعب ماتشين للزمالك. للاهلي، الاهلي عنده سيراميكا، عشان السيراميكا لسه مغير الجهاز الفني تاني الماتش الجاي، مغير سيراميكا وعنده حوافز وعاوز يكسب والكلام ده كله، فهيبقى ماتش صعب على الاهلي. ماتش الاسماعيلي نفس الموضوع، هيبقى ماتش صعب على الاهلي. الماتش اللي برضه متعب جدا للاهلي المصري. دول اللي ممكن يتعبوا الاهلي. دول اللي ممكن يتعبوا ده علشان يعني طريقه اللعب ولا علشان كلهم عندهم اسلوب. يتعب الاهلي، يعني شفت مصر الماتش الاولاني مع الاهلي تعب الاهلي جامد، لان كابتن علي عنده اسلوب في اللعب وعنده او بيهاجم ما بيقلقش من حاجه ما بيخافش من حاجه، وبالذات الفرق الكبيره لما تيجي تلعبها وانت بتهاجمها هتلاقيها عندها مشاكل، لان الفرق الكبيره عاوزه تهاجم بس مش عاوزه تدافع، فانت لو حطيته في وضع دفاعي ووسعت عليه مساحات هيجي زي اي لعيب بقى دلوقتي ساعتها. يعني ليه اللعيبه او ليه الفرق الكبيره في العالم دايما بتلعب في 40 في 30 40 متر بضيق مساحتها عشان ما بتظهرش المشاكل اللي عندها، لكن وانس لعبت في 70 80 متر هتلاقي مدافعين مانشستر سيتي بيترقصوا وبيروحوا انفرادات الفرق الثانيه وكلهم، فانت في الاخر في حاجات معينه لو عرفت تقللها وتفرضها على الفرقه الكبيره تعرف تكسب الفرقه الكبيره او تعرف تعمل لهم مشاكل، لكن هم اللي عملوا لك المشاكل دي هتفضل المصري بقى والفرق والاسماعيلي والكلام ده كله بداوا في مشاكل. فانا الاسماعيلي عنده اسلوب في اللعب وعنده كابتن ايهاب بيعرف يقرا الماتش اللي يعني بيعرف يحضر الماتشات، وهتلاقي يعرف يتفرج على الاهلي كذا مره ويقرا الماتشات ويقرا راجل دماغ موسيماني، هيبقى ماتش صعب مع يعني ما الدفع اللي هو واخدها اوريدي، لانه في الدور الثاني ما خسرش تقريبا غير ماتش واحد اعتقد، انا ما اعتقد او ماتشين حاجه كده، فهو كسبان 8 ماتشات ومتعادل 3 وخسران واحد او 2 حاجه كده. وسيراميكا زي ما قلت لك راجع برده بجهاز فني جديد، عنده دوافع عاوز يثبت ان هو مشي ظلم او مشي ما كانش المفروض يمشي والكلام ده كله، ففي الاخر برده هيبقى ماتش صعب على الاهلي، والاهلي لسه لاعب برده من يومين برده، حط الاجهاد وحط الجو الحر وحط الضغط اللي موجود على اللعيبه ده برده عليه عامل، والمصري زي ما قلت لك عشان برده المصري ليه اسلوب في اللعب. يعني اصعب دي المباريات المتوقعه للزمالك، وبرضه في المباريات المتوقعه للنادي الاهلي. طيب هو المفروض ان احنا يعني هل انت شايف ان برضه في الصراع اللي تحت بنك الاهلي واسوان ووادي دجله والانتاج الحربي اختار لي ثلاث انديه هم خلاص، يعني هو انت عندك الانتاج الحربي انتاج خلاص بنسبه 90 95% خلاص، يعني اختار لي بقى هل اسوان ودجله غالبا ولا ممكن يدخل البنك الاهلي، ممكن مقاولين ما اعتقدش يعني غالبا هيبقى اسوان ودجله غالبا. مش غريبه فرقه زي دجله دي ماتشات النادي الاهلي المتلقيه للنادي الاهلي، يعني مش غريبه ان فرقه زي دجله بالاداء اللي بيظهر بيه او ان عندهم لعيبه مميزه قوي ان هم يهبطوا للقسم الثاني؟ اكيد طبعا، يعني دجله شفناه هو اللي
اللي ادى الفرصه للتاكس وجاب الكره الحديثه وبدا يدخل الكره الحديثه وليه اسلوب في اللعب والكلام ده كله، كان في الاخر عاوز وقت كبير. الفرق او الكواليتي الاقل شويه من الفرق الكبيره عاوز وقت كبير جدا، وحاجه جديده بالنسبه له واللعيب ما خدهاش قبل كده والكلام ده كله، بتاخد وقت كبير جدا في الشغل. فانت في الاخر هو عانى بقاله 3 سنين في نفس المعاناه، لعب شكله حلو، طريقه اللعب شكلها حلوه والكلام ده، كان في الاخر ما بيكسبش. ده اللي نفسه تاكس بيعمله في بيراميدز دلوقتي في الوقت الحالي، ان هو ما بيبص